السلام عليكم ورحمة الله متتبعين جريدة عبير. اليوم كنتواجدوا في البيت ديال الأخت شيماء، الشابة الجميلة دخلها المرض اللي خربق لها حياتها ودمرها، وما بقاش غير المرض اللي كيدمرها، ولاو أشخاص اللي كيزيدوا أنهم يدمروها. يعني من كاين الموظفين، كاين أشخاص اللي هما عاديين. نخليو شيماء اللي تقربنا من الحالة ديالها وتوضح لنا هاد المشاكل اللي كتعاني منهم. السلام عليكم شيماء اختي، انتي معنا على المباشر، تقولي لنا وتعاودي لنا شنو هما المعاناة ديالك، ومناش باش كتحاسي، وكما قلت لي انك ما كتنعسيش، ممكن تقرب اخوتك المغاربة من هاد الشيء. السلام عليكم. اول حاجه كنشكر قناه عبير، وشكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا للحضور معكم اليوم معايا. بغيت نقول لك بان شو نقول لك، انا يعني صور من 2017، انا كنصور ملي كنت عمري 17 عام، دابا عندي 25 عام، يلا كملت قبل العيد. يعني الاهمال اللي كنت عشته قبل، وزعما حاولت انني من عاودتش نعيش بحاله، زدت عانيت كتر وكتر وكتر. يعني حتى لقيت دابا باش يعني باش كان عندي سرطان، درت الأشعة، درت الشيميو، يعني دوزت جميع المراحل ديال ديك السرطان. دابا كنتفاجأ أن المشكل اللي كان طرا ليا، الخطأ الطبي في راسي، هو أن المشكل ديال حرقوا لي جوج عروق بالأشعة. كنت ديجا عاودت هاد المشكل، وملي جيت نشوف كنلقى المشكل اللي عندي في الراس، دوك جوج عروق عندهم كونتاكت بالرجلين، رجلي اليسرية ضاعت ليا، يعني نيت بوشة ليا العرق، لقيت عندي انني مهرسة من هشاشة العيطة من ديك المشكل اللي طرا ليا ديال الراديو ثيرابي. صافي من موراها ملي مشيت كنشوف، لقيت انني غيقطعوا ليا رجليا، يعني ما غيقطعوش ليا رجلي من التحت، غيقطعوا ليا رجلي من الفوق، داك الورق كله ديالي غيحيدوه ليا بمرة، وغيدير ليا ورق اصطناعي ديال السيليكون. اختي ما اختي بدي من هذه القضيه، انت كيفاش وقع لك باش بداك هذا السرطان؟ قلتي انك دابا غادي يبدلوا لك الورق ديالك بالورق، من الورق ديالك غيديروك ورق اصطناعي، عندك جوج هرسات في الرجل. هادشي هذا بغيتك تمشي معايا بالتدريج باش نعرفوا والمشاهدين الكرام يفهموا كيفاش وقع لك. الوقيته اللي كنت انا كنعالج على المرض السرطان، كانوا داروا لي الشيميو، الشيميو كحب كيجمع المرض. انا الوقيته اللي داروا لي الشيميو موراها قال لك باقي يعني عندك المرض، خصك ديري الاشعه. صافي الوقيته كنت كندير الاشعه، كانوا هاملين يعني ماشي كيقادوا الاشعه بلاصه يعني في غادي التراب ولا، يعني الوقيته انا كنت كندير الاشعه كندخل نديرها، صافي في ما ضربت الاشعه كتضرب، ضربت لي المرض وضربت لي العروقه اللي حدا المرض. يعني اللي فهمت دابا من هضرتك، انا الاطباء كانوا كيديروا خدمتهم باستهتار، يعني باش يقابلوا البيست ويقابلوا الاشعه كانوا كيقابلوا التليفونات، ما كانوش كيقابلوا الاشعه ملي كدور وفي كضرب. وباش حسيتي في ديك اللحظه؟ ديك اللحظه ما كتكون كتحس بحتى شي حاجه، حيت لان الاشعه ما كتحس بيها حتى المده ديال عامين من موراها، داك الدواء اللي كيدالك في الاشعه عامين من موراها عاد كتحس بشنو شنو طرالك وشنو دارلك. ملي جيت نشوف كنلقى ان الشعر بدا كينوض ليا، ولكن من هنا ما كينوضش. ملي جيت نشوف السبب وكيعطيني الحرق ديك البلاصه اللي بقات قرعه باقا لدابا، كنجي نشوف المشكل كنلقى بان فيا الحريق. ملي كندير شي راديو كيقراو لي تيقول لك المرض راه ما بقاش عندك في ديك البلاصه، ولكن ديالاش داك الحريق وديالاش داك الشيء. ملي قريتو على برا قال لك بان راه حرقوا لك جوج ديال العروق، ودوك جوج عروق عندهم كونتاكت بالرجلين. هي فين وقع لك الشلل في الرجل؟ منين وقع لي الشلل في رجليا، مشيت لتايوا عاود درت لي ريم وسكانيرات، قالوا لي عندك عرق مبوسي خاصك يتنفس. ملي مشيت للشيخ زايد باش انني نفسو، اي واحد زيد الله يجزيه بخير، وليت تكلف لي بالعمليه مليون ونص، ولكن ما درتش العمليه.
قال لها بان راه البنت عندك، قال لها مهرسه جوج ورسات وماشي القبض ديال الحديد، ومهرسه من الداخل والورق ديالها منكول، يعني العظم منكول بالسرطان. السرطان انتشر ليا رجلي، دوك العروق اللي مبلوكين ما كيدوز داك الدم، وداكشي انتصر ليا العظم. ملي انتصر ليا العظم قال لها غنقطعوا لها رجلها. انا تسخلت كنت حابه باش يقطعوا لي رجلي كامله من التحت، قال لها لا راه نقطعوا لها رجليها من الفوق، من الورق كله غنحيدوا لها ونديروا لها ورق اصطناعي. منين دابا منين تقبلت اني غندير ورق اصطناعي، واخا ما راه ما عارفاش اني كي غنولي نتمشى كي غنولي نزيد، يعني الحاجه ماشي ديالك، يعني ما كتصورش انك يحيدوا لك رجل وغدير رجل. انا يعني بحال اقول رجلي كلها غتحيد، حيت لان ملي غي ملي كتشوف رجلك من الفوق بلاستيك ومن التحت طبيعيه، يعني راه ما عرفش اصلا نفسيتي كي غتكون من القدام. اصلا دابا النفسيه مدمره، يعني لواحد اقصى درجه، ما لاقي باش ناخد الدواء، لا باش نمشي للسبيطار، لا باش ندي بلاصه اللي بزاف ديال الحوايج. يعني راه ما نكذبش عليك، واحد الحاله فيها انا راه ليلى تقول لك لا ما تفكريش في النتيحه، راه ماشي انت اللي كتفكري فيه، راه حتى كيجيك داكشي اوتوماتيك مو كيجيك للراس. يعني ملي كيجيك الحريق وكتدور ما كتلقى لا دواء، ما كتلقى لا يديك للسبيطار، ما كتلقى لا يد مساعده، كتلقى الحقره. ايه ما انت راه من حقك انك هاد الحاجه هادي راه عندها واحد الحاجه اللي غادي تعالجها، ولكن ما بغاوش يديروها لك. علاش؟ واش انا ماشي مغربيه؟ هادشي انا اللي بغيت نفهم. انا راه باقا صغيره، راه ما عشت حياتي، ما عشت حتى شي حاجه، انا ما قريت، ما درت حتى شي حاجه. انا راه من 2017 2024 وانا باقا كنعاني بنفس المرض، باقا كنعاني بسبب اهمال، ماشي انا حيت ربي عاطيني بانني غادي ندير يعني بزاف ديال الحوايج. صافي يعني تقهرت، يعني تصور ملي كنشرب الدواء على الخوا، انا كتشد ديك المعده خصك دواء ديال المعده، انا كتدير دواء عاوتاني على الخوا، انا خصك دواء ديال عندي المصارن، انا قلبي ولا كيضرني، ماشي كيضرني، قلبي كيعطيني الحريق. عمري انا ملي جلست للطبيب قال لي ما فهمتش انا شنو بغيتي توصل ليا بالضبط، انا قلبي كيعطيني الحريق، يعني بحال شي موس مخشي ليا في القلب ديالي. ما شنو نقول لكم، دمروني وحقروني ديال بصح، لان ما عنديش فلوس، وعندي فلوس ني درس معاهم على الورق، قالك سيري صنعيطو ليك. واش انا دافع الطلب ديال الخدمه؟ انا راه باغا نتعالج، انا راه ماشي باغا شي حاجه اخرى، انا كنقولها وكنعاودها. انا ملي سولت قالك انك سيري شري الورق وجي، انا تشري الورق وجي اجي نركبوه لك. انا ما عنديش 5 مليون، انا يعني صافي حياتي اصلا وقفت وحياتي ضاعت، وليت عايشه غير في هذا البيت هذا، لا يمكن خرج للكوزينه للطواليت لا حتى شي حاجه، كلشي دايره عندي هنايا. يعني اختي ما اختي، يعني دابا انت ما وقفاش قدام قدر الله، ولكن انه كيبقى فيك ديك الاستهتار اللي كيديروا الاطباء. كيفاش قلت لي ان حارس العام في المستشفى حقرك بزاف وخرجك في المده ديال 15 يوم وانت ناعسه في السبيطار، وخرجك من السبيطار وما بقاش باغي يعاود يدخلك؟ عاودي لنا هاد القضيه اللي عاودتي ليا. هاد القضيه هادي انا لقيتها فاش نعت باش انني غادي ندير الورك، شدوني قال لك حاله مستعجله حيت عندي جوج هرسات، ودوك جوج هرسات ماشي هرسات عاديين ديال الكابس، الهرسات ديال الحديد، خصني ندير الحديد وعاد الورك. شدوني يعني الورك اللي غديريه اصطناعي، غندير الحديد دوك الهرسات لي بلاكيت ديال الحديد دوك الهرسات، عاد غادي نجرو ليا العظم، الورك ديالي تحيد ويدير ليا ورك اصطناعي ديال السيليكون. ولقيت اللي انا ناعسه في السبيطار جاني الحريق ديال السرطان. مع 4 سنين الزيارة مشات ماما، مشات ماما بقيت كنقول لواحد الفرم لي اختي دقي لي البر، قالت لي ما عندناش الدواء، قلت لها هو عندي. منين بسات ما عاودتش رجعت، صيفطت لها السكيريتي عاوتاني ما عاودتش جات. شديت انا الكروسه ديالي طلعت فيها، مشيت لعندها الشومبر فين كاينه، قلت لها عافاك اختي جي دقي لي البر، قالت لي انا غنهبط لتحت ونطلع عندك من الشومبر. قلت لها 14. مني جات عاوتاني ما تسوقتش لي، ضربت 6. ملي مشيت لقيتها مشات، لقيت فرملي اخر جا، قلت لها عافاك خويا دوك لي البرك لي هبط المستعجلات بالزربه، غنطلع الماتيريال وغادي ندوز عليكم كاملين، غنسبقك انت الاولى، غندير ندوز ندير الكونترول.
ساينتو الوقيته اللي تعطل مشيت ما لقيتوش، بقيت كنساينو. قال الله اكبر، قال لي غنفطر وغادي نجي لعندك. قلت ماشي مشكل. مشيت كيفطر لقيت عاوتاني رجعت عندو مول الفطور، كنعيط ليه ما كيجاوبنيش. قال لي واحد المريض كان على برا في الكولوار، قال لي اختي راه هبط لتحت. ملي هبطت لعندو المستعجلات كنلقى واحد جايبينو محيدين لي صباعو كله دمايات. صافي ما قدرتش نزيد نكمل في المستعجلات، نقلب عليه وفيا الحريق. صافي خرجت من المستشفى ديك الساعه ما كنلقى الاهمال، ما كنلقى حتى شي واحد معايا. يعني خرجتي من المستشفى وانتي في ديك الحاله؟ وانا في ديك الحاله يعني في الحريق ديال السرطان، ولو ما عرفتش شنو تقول ليا. صافي جاب بالي مولاي عبد الله ديال السرطان، كنمشي ليه كندوق البرومورفين وكنرجع. صافي خرجت ملي كنقول لهم الامبولونس هذا تيقول لك ما كايناش، كاينش الامبولونس يعني حتى واحد ما مسوق ليا. تما في السبيطار ناعسه بحال ناعسه في الخلا، الخلا ناعسه فيه، ما كاينش شي مسؤول ولا شي واحد تما اللي هضرت معاه وهضر معايا مزيان ولا قال لي غير طلعي انا والو. مشيت في ان درايفر وصلت السبيطار، دخلت صوريت الماما جات لعندي من سلا طلع واحد ولد الحومه تاع عندي، قلت لها الا ما جيتيش دابا غندير شي حاجه في راسي، ميمكنش نبقى بس الشي اللي انا فيه الحريق. دخلت شافني الفرم اللي دايره لافو انا سد العرق، قال لي علاش سد؟ قلت له راني ناعسه في السبيطار. قال لي ما فهمت، واش قال لي ديبلاصيتي بوحدي؟ قلت لي عاودت ليه، قال لي لا حول ولا قوه الا بالله. ملي هضر مع الطبيب، مع الطبيب عيط للحارس العام ديال ديك الليله، عيط له قال له حنا الباسيون مصيفطينها لك فيها المرض وباقا صغيره ودايرتي لهاد الحاله، ما عند لا الاهمال ما درتو لها حتى شي حاجه. الطبيب ما بغاش يعطيني المورفين من حقه، حيت لان الا طرات لي شي حاجه هما اللي غيكونوا السبب. حيتاش انت ديك الساعه ما نعساش عندهم؟ أيه نعسه في السويسي. اييه، والمورفين راه شي حاجه اللي صعيبه يعني، راه ما كيديروهاش لك الا الا كان فك حريق، وعسر واحد الحريق فيا الا الفرمني بكا، الفرمني اللي مشيت لعندو بكا. صافي ديك الوقيته ملي نعيط له قالوا له ما غاديش نبوزي بلا، حيت كنعرفك، حيت كنعرفك ايا غتجي عندكم ودكوا ليها البرا. قالوا غتجي غنديروا لها داكشي اللي بغات. منين بسيت هادشي بالجمعه طرا، انا الجمعه عيت من الرغب في الماجوره باش انني خرجت السبت واحد غير تفوه باش نوض لحد في العشيه نرجع، ما كيكونوا الاطباء لا والو والناس كيخرجوا. قالت لي لا، حيت لان تقدر تكون عندك العمليه الاثنين في الصباح. قلت لها صافي. في العشيه كنلقى مشكل مع الحارس العام، هي في يعني الحارس العام طبيب ديال مستشفى السرطان، قال ليه انا غندير معاك مزيان باش ما نديرش بك شكايه حيتاش كنعرفك. يعني القضيه فيها انني كنعرفك. بحال هكا، وانا مستعده نقول الشيء هذا قدام اي واحد، حيت لان صحتي اهم ليا من اي واحد، وحتى واحد ما كيعقل عليا. حيت انا الا خصني دابا الا جاني الحريق من هاد اللحظه وعيطت لومبيلوس قدامكم ونعيط لهذا، ما كاينش اللي غيعقل عليا ويديني للسبيطار، وما كاينش اللي غيعقل عليا وياخذ لي الدواء. انا مستعده هاد الهضره اللي كنقول واللي باقا كنقولها وكنعاودها، مستعده ندير اي حاجه على قبل صحتي، حيت لان دمرت بزاف، دمرت. ومنين جيت لعندو قال له دابا غدير غتصيفط له لومبيلونس باش يدي المريض، وكيقول لي لومبيلونس تكون شي خارج، ما عنديش لومبيلونس دابا. فاش رجعتي؟ رجعت في طاكسي صغير، جيت في دريفر ورجعت في طاكسي صغير انا وماما. ملي رجعت كنلقى واقف لي قدام باب الشومبر، انا على اساس غيستقبلني استقبال زوين بان راه داير واحد المشكل بدا كيغوت، علاش تخرجي بلا خبار وعلاش ديري؟ قلت له هو تغوت وانا كنمكن كنقول له ما تغوتش عليا، وما عندوش الحق يغوت عليا حيت انا اللي فيا كافيني ربي اللي عالم بيا. انا لو كان يشوف الصحه ديالي من الداخل ويشوف الاكتئاب اللي انا عايشه فيه ما يقدرش يهضر معايا حتى الهضره، يعني ربي اللي عاني بحالتي. ملي بقى كيغوت انا بقيت كنغوت، ما عجبوش الحق قدام الفرمليه وحدك كتكريتي. يعني الا غوتي انت كتغوتي بداك الحريق اللي فيك، وكتغوتي ربي اللي عان بك ان صحتك مشات وبسبب الاهمال اللي دار ليا. يعني كون عندك تما كون عندك العنايه ما غاديش نمشي انا ندي بلاصه السبيطار اوتوماتيكمون بلا ما غيفهمها. انا جيت عندك للدار ياك لقيتك انك مرحب بيا، واش غنهز نمشي لدار اخرى؟ ما يمكنش. لقيتك انك ممكن نمشي ربنا يدير لي كلشي غنهز نمشي لدار اخرى، ما يمكنش، مستحيل، واخا نكون حمقى. صافي من جيت بقى كيغوت ويجي الفرمليه ويقول
قال فرم ليا، قال ليها انا غير جاتني باسي صغيره كنخرج فهاد الليل. انا ملي سمعت هكا قلت ليها علاش خرجني فهاد الليل، قلت للسبيطار واش مخلي له با في الورد ولا كاتبه عليه ما. كنت فاجئ الجمعه السبت الحد اثنين جاتني ورقه الخروج. ملي سولتهم علاش تقول سبب غير معروف، انت راك غير تخرجي وكي السبب غير معروف. يعني السبب ان هضرتي معاه بديك الطريقه خرجك من السبيطار، واخا انت كنتي نهار اثنين غديري العمليه خرجك من السبيطار. غندير اثنين ولا ثلاث، حيت اصلا اثنين ولا ثلاث كانت عندي العمليه، وداك الشيء اللي قال في الجمعه كون ما جاتني باسي صغيره كون خرجت فهاد الليل، يعني ساين حتى الاثنين في الصباح تخرجني وما عندوش الحق انه يخرجني، وهذا هو السبب علاش انا خرجت من السبيطار. كتقول يا ماما لا ومشكل، هذا هو السبب علاش انا خرجت من السبيطار ومستعده نتواجه انا ويا، ومستعده نمشي انا ويا فين ما بغى. هذا هو السبب علاش انا خرجت من السبيطار. واش حسيتي بانه حقرك؟ ما جيتش حقرت، حسيت بانه ما نكذبش عليك بحال شدني حطنا في الارض بدا كيعفط عليا، وانا ربي اللي عالم بحالتي. يعني انا الدواء ديال الاكتئاب حاليا كنقول لك ما عنديش، شهرين ونص ما شريتوش، كنديباني غير بواحد الكينه. الدواء ديال الحريق غير الناس اللي خدامين في السبيطار مولاي عبد الله، وهذا اللي كتكون بحال مثلا شي وحده مسكينه كتجيب لي ابره ولا جوج، حيت ما عنديش حتى باش ندي بلاصه السبيطار. تنقول لك ربي اللي عالم بيا ودار لي بحال هكا، حيت لان ما عنديش فلوس. من سولت واحد الطبيبه قالت لي لو كانت تشري الورك اجي وحنا نصاوبو لك 5 المليون. انا كون عندي 5 المليون كون مشيت كلينيك، ما غاديش كاع نطلع لي ماما تكرفص ديك التكرفيصه. ملي جيت كنشوف قالك فين ما كنمشي عند مرا فيا الحريق من كنوض سيري تنعيط لك، نخليو الورق ونخليو كل شيء. واش واحد اخويا غير مهرس ورثه عاديه غير صبر على 3 ايام بلا كبس الحديد الحريق ديالها ما غاديش يصبر. انا اللي صابره من رمضان حتى لدابا، وعندي 2 ورسات ديال الحديد ماشي حتى ديال القرص زائد الورق. غير تحيد ديال تقطع الورق ديالي اللي عطاني سيدي ربي، وغير دار لي ورق اصطناعي. يعني انا مدمره نفسيا، وعاد باقي كي غنشوف حياتي بالورق من هنا قدام لي رجل. عاد ما هادشي هذا ما كيحسوش بيه بالكل بالكل. كنقول لك يعني شو نقول لك، انا ما غنقولش لكم مدمره ولا حياتي كتجيني ظلام ولا، انا صافي تفرست. يعني انا حياتي وصحتي كلشي تفوت. انا دابا راه واقفه معاكم غير هكا، الروح اللي كتطلع وتنزل تلاش. يعني كنضحك راه كنضحك على وجه دوك الناس اللي دايرين بيا، بس اني ما نتكلمهمش معايا. اما انا راه صافي هكا مفرسه، مش راه نقول لك مدمره ولا مكتئبه. يعني شني وحده بحالي 25 عام كنشوف البنات غادي المدرسه، البنات غادي الخدمه، البنات جارين وليداتهم وشيماء فين. انا راني بحال حاليا بحال الجيور، يعني من بين 4 الحيوط. كي كتفيق الصباح كتبقى على 4 الحيوط. انت شوف غير القناه ديالي شيماء تحدي السرطان، غير بالك الفيديو اللي كنصور الحيط اللي كنصور بيه واللي كنعاود نصور بيه، وهذا هو البيت الوحيد اللي مصبوغ عندي بالغوط. شيماء شنو كنطالبي وبيش كنطالبي؟ انا حاليا ما باغا لا فلوس، ما باغا لا دار، ما باغا تجي حاجه. بغيت اللي يوقف معايا في الدواء ديالي، غير الدواء اللي باش غنكرمي بيه الحريق. الله يجعل ربي سهل عليكم. وبغل حتى الادويه اللي عندي غاليين ما بقيتش كنطالب بهم، وليت كنطالب غير بالدواء ديال الحريق. حتى اللي باغي نعطي الورقه ديال الدواء ويشري ليا باش يتاكد ما يعطيني حتى درهم، يعطيني غير الدواء ديال الحريق صافي. ما بغيت حتى حاجه واللي يعاونني انني نوقف على رجلي، حيت رجليا اني عندي امل اني نعاود نوقف على، واخا غندير ورك اصطناعي ماشي رجل عادي ورجل اصطناعيه، ولكن المهم بعدا غنديرها ومن القدام ان شاء الله يكون خير. يعني ما نبقاش بحال هكا راني مفرته مدمره، حتى حاجه ما فيا مزيانه لا خاطر لا حتى شي حاجه، ربي اللي عالم بحالتي. يعني انت دابا ما بقيتيش كطالبي بوالو، كطالبي غير بالدواء اللي كيهدل الحريق. يعني كنشوفوا البنات انهم كيطلبوا الدار، كيطلبوا الطوموبيل، كيطلبوا المتطلبات كيكونوا عند البنات بزاف. كنشوفوا شيماء ولا عندها طلب واحد غير الدواء اللي كيهدل لها الحريق. والمشكله كان عيد ميلادي قبل العيد، كملت 25، قالت لي صاحبتي في التليفون شنو بغيتي نجيب لك في الكادو اللي من داكشي اللي محتاجه. قلت لها انا الكادو ديالي هو جيب لي 3 ديال الاكيبو ديال لي باري ديال الحريق. قالت لي واش كضحكي معايا؟ قلت لها اقسم بالله لا، داكشي اللي غتاخدي ليا ريحه ولا اي حاجه جيبي لي الدواء.
وفعلا ملي درت مع ماما قالت لي الدواء وجابت لي الدواء بحال جابت لي ما عرفت اشنو بحال جابت لي الدنيا وما فيها شي ملي كنكون فوق الحريق وكدور كتلقد وحدك وكتدق وتكالما هذيك هي الدنيا وما فيها عندي ما بقى تصور المبقى كامل نمشي للبحر هو الصاد الموت جيتي قبيل لقيتيني عرقانه ما كنفكر نمشي للبحر حتى شي حاجه بغيت غير الدواء يكون عندي بكثره ما ان الناس ما بقاوش كيتيقوا بكثره ما ولاو مصابه في المرض وهذا الشيء هذا اللي يعطيه شي حد كيقول لك واحد السيد قال لي بنتي صيفط لي الورقه ديال الدواء قلت له مرحبا صيفط له الورقه ديال الدواء قال لي غنصيفط لك فلوس ولا دواء قلت له صيفط لي فلوس غناخذ هاد الدواء صيفط لي دواء الله يجازيك بخير قال لي نشوفك ابي الفيديو درت ابي الفيديو مسكين شافني ويقطع بقى كيبكي منين قلت له قال لي انا منين شفتك بحال هكاك ومنين طلبتي لي غير الدواء عرفت بان ما باغا حتى شي حاجه من غير الدواء ومن غير صحتك قلت له حيت لانه خد صيفط لي فلوس شديتها بنتي غنمشي ناخد الدواء انا ما باغا حتى شي حاجه باغا غير الدواء اللي وقف معايا في رجلي حيت رجلي عندي مازال الامل اني نتمشى على ما بغاش هي تمشي ليا بسبب ايمان بحال اللي داروا ليا حيت انا المشكل كله عندي ايمان في ايمان في ايمان خطا في خطا في خطا اما داكشي اللي عطاني الله سبحانه وتعالى اقسم بالله اي واحد وقفتي عليه وقلتي لي سيما ديك البنيه اللي مريضه بالسرطان كيفاش كتجيك وهي كتهضر على المرض الا اقسم بالله الا كنقولوا ديك البنت قويه انا كنشوف ناس كبر مني والدين وعندهم ولاد ولادهم وانا كنمشي وكنواسيهم على المرض كنقول لهم شوفوا انا كي باقا صغيره وكيفاش متقبله المرض علاش نتوما ما تقبلوا انا كنولي ندير للناس على المرض كيقولوا بان هاد البنت دايره محال واش عندها داك مرض السرطان يعني متقبلاه بزاف حيت كنقول ربي عطا لي ربي بغى يشوفني في الصوره هادي ولا مازال ربي مكتب لي يشوفني بدرجني ما عنديش مشكل ولكن بسبب الاهمال هادشي انا اللي متقبلتش وكيقتلوا فيا عرق بعرق واخا شي ما اخشي واحد الرساله للمسؤولين اللي يكونوا كيشوفوا شنو نقول لك اخويا يعني من 2017 ملي كنا نشد المسؤولين كنا نشد وزارة الصحة كنا نشد فيهم انا بغيت سيدنا الله يجافي لينا والله يرحمهم ويمشوا فهاد الايام هادي يا ربي يرحم انت وجميع اموات سيدنا محمد يا ربي انما يجي ويدير دورة ويشوف السبيطار كيفاش داير راه ما عندنا حتى شي حاجة راه حنا كنموتو عرق بعرق انا راه ما كنطالب واش تقول لك الجمعيات ما كاينش الجمعيات انا دابا خاصني الدواء وريني شي جمعية نمشي انا وياكم رجلي برجلكم ما يعطوني لا فلوس لا والو يعطوني غير الدواء ديال الحريق فقط ما بغيتش انا بغيت سيدنا يتدخل حيت لان حتى وزير الصحة وحتى المسؤولين اللي ما كنقولش انا الكبار حيت الكبير هو الله سبحانه وتعالى المسؤولين ما دايرينش خدمتهم بالكل بالكل انا ديك النهار كنت في السبيطار وكيقول لك جا وزير الصحه هو ماشي وزير الصحه اللي جا واحد غير من بلاصيه جو هذاك جو ما نقولش لك الدخل اللي داخلين والناس كيصوروا هذا جا ضرب دوره في راديو دي تيرابي ضرب دوره بلاصه الشيميو هبط خرج يعني ما شافكمش نتوما المرضى لا وتكون ما كاينش المرضى ما كاينش المرضى كانوا لي سيكوريتي تما منع شي مريض يخرج وجا حتى المربع حتى كيسالوا المرضى كيمشيو يعني كبحال لي نتوما المرضى ما تبانوش وكيبينوا داكشي اللي بغاو يبينوا له السبيطار شنو كاين في راديو تيغابي شنو كاين في الاشعه شنو جا دار الله اعلم ما بانت لي حتى حاجه دزات انا في السبيطار ولا نقصت يعني اذا ما كاينش ما كاين لا وزير الصحه ما كاين حتى شي ما عندناش حنا المسؤولين عندنا غير الصفاره والكذابه والنصابه راه عيب انك تشوف بنت بغيت غير نسولو هو بنتو المدير ديال السبيطار اللي كان قبل من اما اللي كاين دابا الله عمر لي درويش كيعرف يهضر مع المرضى ديالو كيعرف يوصل ليهم هذا المدير الجديد دابا اللي كاين المدير اللي كاين دابا انا يعني النهار اللي دخلت عنده هضر معايا بواحد الهضره اللي ما نكذبش عليك بحال شي طبيب كبير قنعني بواحد الهضره اللي كنوجه ليه الشكر من هنايا اما المدير اللي كان قبل كان ولدو تصاب بنفس المرض وصيفطو لفرنسا يتعالج والنهار اللي تعالج ودخل المغرب توفى الدري يعني ربي كبير يعني عارف السبيطار ديالك ما فيه تسميتو اللي غادي دير السبيطار اش نقول ما وزاره الصحه زيرو المسؤولين زيرو كاينين غير الكذابه شنو هي وزير الصحه بنتو تمرض بهذا المرض هذا ويبقى دير بغيت نقول ليه راه بان الكفن راه ما فيهش الجيوبه اللي غتمشي عند ربي راه كدي معاك غير الافعال تبان انت كتشوف بنت راهي قدامك كتحرق
وبامكانك تعطيها واحد البواطه ديال الضو، ولكن كتقول لا ديك البواطه غنبيعها وناخذ فلوسها انا، وهي راه كتحرق قدامك ومن حقها. يعني داك الحق راه عطيه لها سيدنا وربي، عطيه لها ربي سبحانه وتعالى وسيدنا، وانت كتاكل فيه. يعني شنو راه كياكلوا في لحم عباد الله؟ راه حشومه. انا بعدا شنو نقول لك، انا بعدا كون من الناس المحسنين اللي كيعاونوني في الدواء، كرة قلم عشك غيكون مصيري. كون اللي كنطلب حدا الجامع ونطلب على ودي صحتي وعلى ودي الحرق ديال صحتي، حيت انا تألمت بزاف. يعني تألمت وتحقرت في نفس الوقت، ما لقيت حتى شي حد بجنبي. واخا شي ما اخشي، الا كان ممكن تقولي لنا النمرة التليفون ديالك شي محسن ولا محسنة اللي يقدروا يوقفوا معاك. انا حاجه واحده اللي غنطلب من خوتي المغاربه، من سيدنا وخوتي المغاربه، انا بغيتكم تعاونوا معايا فقط، غير ان رجلتي ما نعاودش نضيع فيها. الله يجازيكم بخير، حيت باقا ما عرفتش شنو ان كي غيكون عاوتاني النفسيه راه مقطعه، وكيفاش غتكون من مور ما غادي تحيدوا لي الورك ديالي، قطعوا لي وديروا لي ورك ديال السيليكون، كيفاش غادي تكون مشيتي حياتي من القدر؟ يعني الخدمه ما غيمكنش ليا نخدم، ما غيمكنش ليا بزاف ديال الحوايج. بغيت نقول لكم انا ماشي كنطلب ولا كنسعى ولا كندير، انا ربي اللي كيعلم بيا. انا باغا اللي يتكلف ليا ويتعاون معايا في الورك ديالي وفي رجلي وفي الدواء ديالي فقط، ما بغيت شي حاجه، بغيت غير اللي يتعاون معايا في الدواء ديالي فقط. حيت ما نكذبش عليكم، ملي كنشدي الحراك ما كنلقاش باش نمشي للسبيطار، كنبقى نتغدى حتى كيجيني كريز. ملي كيجيني كريز ما كنلقاش عاوتاني الدواء ديال البيليبسي، يعني حياتي ظلام. وكنبغي نقول لكم اللي وقف معايا راه ربي غادي يوقف معايا، وشكرا لكم بزاف. شحال النمره ديالك؟ النمره ديالي 07 66 63 38 02 07 66 63 38 02. كما سمعتم مشاهدينا الكرام، يعني هذه القصة ديال شيماء، شابة آيم الجمال ولكن المرض ديال السرطان كان ليه عاوتاني هضرة أخرى، والقدر كانت عنده هضرة أكبر منها. كما كتشوفوا حالتها كديرة، يعني شابة ما عندهاش واحد الطموح في الدنيا، الطموح ديالها الوحيد هي أنها يكون عندها الدواء ديال الحريق. كل يعني الدواء ديال الحريق عند الانسان باش الطموح ديالو يحبسو في الدواء ديال الحريق، هذه كتكون هضره اخرى. نداء لوزير الصحه، نداء للمسؤولين ديال مستشفى السرطان اولا مستشفى السويسي، هذا نداء كنوجهه لكم كاملين. السيده شيماء يعني مازال شابه 25 عام، راه مازال شابه في مقتبل العمر، ما طالبت شي حاجة، عملية ديال الورك يعني الإنسان تحيد ليه عظامه وغدير ليه غير بلاستيك، يعني ما كتصورش. ما أنا بعدا ما دخلتش راسي، وهكاك مسكينة وكتعاني وكتقاسي وعندها جوج هرسات في رجليها، وكتقولك أنا ما طالبة والو، ما طالبة لا فلوس، ما طالبة لا دار، ما طالبة حتى شي حاجة. أنا اللي طالبة طالبة نتعالج. يعني الإنسان ملي كيقول لك انا طالب غير نتعالج، راه وصلت به لواحد المرحله اللي لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا لكم متشبعين الكرام على المشاهده، الى بث مباشر اخر ان شاء الله.